سولد اوت عنا 4 ايام. اوف جمهور برشا. ان شاء الله ربي يوفقنا اليوم. حاضر اليوم الكارتاج بتبيع حاجه واضحه. عندي عام اللي حكيت على الحكايه في موزايك زيد مع هيدي، قلت له راني نجم كارتاج وحدي. ان شاء الله ربي يوفقني اليوم. مش تلقى يا عالم فيرسيون اخرى ان شاء الله، وقلبي قلبي فيرسيون اخرى. توزيع الهيدي توزيع هيدي صايم. وان شاء الله ربي يوفقنا. وميرسي بوكو انتم خاطر حاضرين اليوم لنا موزايك، وان شاء الله ربي يوفقك. اقرب اغنيه لقلبك؟ ما نبراش اللي باش ندخل بها اليوم. اول حاجه
شو هي من قبل معروفة طونكو سامارا باش يحقق حلم تحيته اليوم سيكورا وبالحق باش يكون شو ها الناس كلها رات وناس كل حضرت وسولد اوت من البارح ويبرف من البارح معناها بالحق برافو ليه ايكيبا بالحق رعد معاه سليم وجماعه وشيما وحمدي نمرو واحد وان شاء الله العالميه علاش لا عنا بالحق ديامونتا في تونس ربي بقى عليه الستر وان شاء الله جاي خير. وليدي غرموني به والله كنت قبل اما توليت نموت عليه في الكهرباء في الدار نمبورت وسمارة والحفله توب دو توب ويبقى سمارة بصراحه وحش الراب في تونس ما تحكي لي حتى حكايه نموت عليه بصراحه. اليوم جبتهم من الوليدات؟ جبت اولادي وانا نموت عليه بصراحه من اللي دخلنا وانا نجم عليه نكمل. برافو سمارة برافو تبقى توب دو توب نتعرف في تونس. عمري 14 احلى سمارة 6050 كوبايلا فاهم. احلى سمارة هو الاول والاخير معناتها كي قال راني شجد كارتاج وحدي راني وحدي وقليل اللي يفهموا وراو يكتب من القلب راو ما عادش فما منه برشا وذايا عام 2023 راو عام وراو الاول راو سمارة لقب.